بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل الحضور. مركز مجلس التدريب الصناعي، المقاولين العرب، مؤسسة أخبار اليوم، السادة الحضور، بحييكم. اهتمامنا بالتعليم الفني حاجة من الحاجات المهمة جدا في الخطة الاستراتيجية بتاعتنا، اهتمام مجلس الوزراء، اهتمام رئاسة الجمهورية، اهتمام الدولة كله بالتعليم الفني، لأنه هو ممكن يبقى قاطرة التنمية في مصر. فأنا النهاردة بنوقع البروتوكول ده بين كل المعنيين، مجلس التدريب الصناعي، المقاولين العرب، أخبار اليوم، علشان تدريب 500 طالب، والأهم من كده تدريب 1000 معلم. وكلمة 1000 معلم دي تعني إن كل معلم من دول هيبتدي يدرب الطلاب بعد كده بطريقة تفيد التعليم الفني، تدي مهارات اللي مطلوبة للتعليم الفني، لأن احنا محتاجين خريجين عندهم مهارات علشان يقدروا يوفوا ويستوفوا احتياجات سوق العمل، وهو ده الهدف الرئيسي من البروتوكول. طبعا مؤسسة أخبار اليوم ليها دور في التدريب، ان هم بيدوا السوفت سكيلز اللي هي مهارات على الكمبيوتر، ومعلومات مهمة جدا الطالب لازم يبقى عارفها، غير ان احنا عندنا مجلس التدريب الصناعي والمقاولين العرب يدوا المهارات اللي مطلوبه في الصناعه، اللي مطلوبه لاحتياجات سوق العمل، وده هدف رئيسي من اهدافنا، ان احنا نخرج من عندنا فنيين مهنيين يقدروا يشتغلوا على طول، يبقى عندهم هذه المهاره المطلوبه لسوق العمل. يعني احنا بنوفي احتياجات سوق العمل، بحيث ان ما يبقاش عندنا بطاله، يبقى الطلاب بتوعنا يخرجوا مدربين مؤهلين على طول يقدروا يشتغلوا، وده هدف من اهداف الدوله كلها. انا بحييكم على حضوركم الكبير قوي، بحيي كل الحاضرين، بشكركم، وان شاء الله كل يوم هيبقى عندنا في خطوه للامام في سبيل ان احنا نعمل حاجه كويسه لمصر بالتعاون مع كل الموجودين اليوم، من متخصصين أو من السادة الصحفيين أو من زملائي في الوزارة والزملاء القادمين مع الإخوة، إذا كان المقاولين العرب أو مجلس التدريب الصناعي أو أخبار اليوم. طبعا شكرا، وإن شاء الله نشوفكم في أول تخرج من هؤلاء الطلاب والمعلمين بعد انتهاء تدريبهم إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير خلاص قرب شويه كده. لا يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر الوزير على هذه الدعوه الكريمه اللي بتتبارك برعايته. الحقيقه التدريب كمبدا في هذه الفترة الحمد لله الدولة كلها بتتوجه بالتدريب، التدريب الصناعي على الخاص، وأعتقد إن برضه اهتمام جميع أجهزة الإعلام ومؤسسة أخبار اليوم طبعا ما نقدرش ننكر دورها، والتدريب الصناعي الحقيقة في منظومة كاملة على مستوى البلد بهذا الاهتمام في التدريب والتدريب الصناعي. احنا كشركه بنهتم جدا من فتره طويله، من سنين طويله، من 50 سنه او 60 سنه بالتدريب، ولينا باع طويل في هذا الموضوع، وبنشكرهم انهم اشركونا في هذه المنظومه، لانها فعلا هتفيد البلد وهيكون مردود ليها مردود كبير. بكرر شكري لمعالي الوزير على استضافتنا وعلى اهتمامه بهذا الموضوع، وده توجه الدولة طبعا عموما. بشكركم جميعا وشكرا. السلام عليكم. معالي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حضراتكم جدا على استضافتنا النهارده، ويعني الحقيقه احنا فخورين جدا جدا ان احنا كنا جزء من هذه المبادره. اذا اثبتت حاجه انما تضبط مدى التعاون والموارد الماليه ما بين الدوله المختلفه وبين وزارات الدوله المختلفه، وان ملف التدريب وملف تحسين مهارات شبابنا المصري ومحاولة توفير فرص عمل حقيقية توفر له حياة كريمة، دي من أولى أولويات الحكومة الحالية، وإن الحكومة لن تدخر جهدا إنها تساعد الباحثين عن عمل وبالذات شبابنا اللي لسه بيتخرجوا وحديث التخرج إن هم يبقوا أكثر قابلية للتوظف والحصول على وظيفة. فإحنا بنلتزم من وزارة الصناعة عندنا الحقيقة بتوجيهات من السيد معالي وزير الصناعه والتجاره والمشاريع الصغيره والمتوسطه الاستاذ منير فخري عبد النور، ان احنا نساهم بشكل فعال في اعطاء شبابنا فرصه افضل لان هم يقدروا يلاقوا ويحصلوا على شغل داخل وخارج البلد، ومفيش افضل من شركاء زي المقاولين العرب واخبار اليوم اللي يقدروا يساعدونا في تحقيق ذلك، بالذات في مشروعات عملاقه قائمه سواء داخل القطر المصري في قناه السويس الجديده والمشروعات الاستثماريه الكبيره ان شاء الله، او في دول اخرى زي دول الخليج بتوسعاتها وعلى راسهم السعوديه في توسعات الحرمين. ونعيد مره اخرى ان شاء الله من خلال هذه الاتفاقيه وما شابهها نظرة المجتمع إلى العامل المصري ونرجع هيبته بالذات في الأسواق الخليجية ونقدروا إن شاء الله يرجعوا الثقة فيه مرة تانية. وأتمنى بإذن الله أن بعد نجاح هذا المشروع الصغير يتم تعميمه على المستوى القومي إن شاء الله بعد ما نقيس نجاحاته خلال الثلاث أربع شهور الجايين بإذن الله. بشكر حضراتكم تاني، بشكر طبعا معالي الوزير ومشكورين جدا يا فندم محسن. شكرا. طبعا تعالى يا فندم هنا افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر معالي الوزير على استضافته لينا النهارده، واخبار اليوم برعايه الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر رزق لما تشاركت مع المقاولين العرب ممثله في الباشمهندس محسن، كنا بنأمل ان احنا نرفع مستوى الطلاب وبالنسبه للتعليم الفني اللي بنشكر مره ثانيه معالي الوزير انه مهتم بيه جدا لان هو ده المستقبل. وما اقدرش اقول اي حاجه بعد اللي قالها سياده معالي الوزير والاستاذ محسن والباشمهندس محسن والاستاذ محمود. شكرا. بشكر حضراتكم على فرصة التشريف وعلى تشريفنا هنا في الوزارة. الحقيقة المبادرة دي في إطار خطة التعليم الفني اليوم بيها لتأهيل المعلمين وكذلك تدريب الطلاب في الشركات الصناعية، والحقيقة يعني ده من الحاجات المهمة أوي تدريب المعلمين، حتى تدريب المعلمين هنا ضعف عدد الطلاب لأن المعلم الحقيقة هو الحجر الأساس في هذا الموضوع. الحقيقة هنبتدي برضه التخصصات ليها علاقة كمان ب اللي مطلوب في السوق واللي مطلوب كمان بالنسبه لمشروع قناه السويس. يعني دي الحقيقه انا بشوف على انها بدايه شراكه وبدايه انطلاق ان شاء الله في ان احنا نكمل التاهيل والتدريب اللازم للمعلمين بتوعنا، وكذلك ان احنا الطلاب بتوعنا يبقى ليهم جزء تدريب في الصناعه بحيث ان هو يكسبوا المهارات العمليه اللازمه. وشكرا جزيلا.